بصوت يملأه الصبر واليقين تحدث إلينا سمير حامد ليصف لنا ما يعانيه ولده محمد والبالغ من العمر 7 سنوات، حيث يعاني من انسداد بالشريان البابي والمسؤول عن تغذية الكبد والطحال. وبعد 2 عامين من البحث عن حلول لمرضه، قال له الأطباء أنه يحتاج إلى عملية لتحويل مسار الشريان البابي والتي ستكلفه 150,000 جنيه، غير أنه موظف بسيط بالمعاش ولديه 3 أبناء غير محمد. تهاوى الدموع وهو يصف لنا شعور أب يرى ولده يعاني من المرض ولا يجد ما ينفقه كي يعيده طبيعي مرة أخرى إلى الحياة. هو محمد كان عادي، يعني كان طبيعي وكل حاجة، بس جه في فترة كده من حوالي 2 أو أزيد لقيته فجأة بيشتكي من بطنه وكان سخن، فأنا رحت كشفت عليه عند دكتور أطفال. أول ما جه فحص مبدئي قال لي أنا شاكك إن عنده طحال كبير، عملوا له سونار ورد عليا وريهولي وشوفوا النتيجة. عملت له سونار وجبته، قال لي فعلا الطحال فيه تضخم، وبعتنا على دكتورة أمراض دم عملت له برضك فحوصات كتير وتحاليل كتير، قالت له الطحال فيه تضخم والكبد فيه بس بسيط شوية. قرينا بعض دكاترة أكشف بقى عليه بره، بعد دكاترة اللي يتخصصها الكلام ده كله. فتواصلت للدكتور بتاع حضرتك بتاع المنصورة ده، قال لي ده عايز عملية تغيير مسار ومفيش دم بيوصل للطحال والكبد دلوقتي. طب يا دكتور الحكاية ده التكلفة كام؟ قال لي فوق ده بتعدي 150,000 جنيه. فطبعا راجل موظف حضرتك دلوقتي اعمل ايه؟ طبعا نفسي يخف ويبقى كويس ويرجع يعني زي الاول، او يبقى زي الاطفال العاديين، ان هو يعني يعيش حياته طبيعية. انا بدخل معاه في اوضه العمليات وهو بيعمل المنظار، انا يعني بقعد معاه لحد ما يتبنج وينام، ما بسيبهوش، ببقى يعني منظره ما يعلم بالله ربنا. يعني نفسيتي بتبقى تعبانه يومها جام، لان بيبقى صعبان عليا. حتى لما بيطلع من المنظار بيغيب بقى، يشتكي ويعيط، مش طايق زوري، مش طايق بطني، يعني بيصعب عليا جامد. في ايد ربنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب يا رب. محمود حافظ. ربنا يرضيك دايما يا سيادة الرئيس ويبارك لنا فيك يا رب. وتم استجابة من سيادة الرئيس فورا بمجرد ما شاف التقرير وحالة محمد سمير. عايز أقول لحضراتكم أنه توجيه سيادة الرئيس بشكل سريع جدا بعلاج محمد، إن شاء الله يعمل العملية وإن شاء الله أبوه وأمه يسعدوا بيه كده ويعيش حياته الطبيعية زيه زي أي طفل ويبقى زي الفل. وكمان سيادة الرئيس عايز أقول لحضراتكم إنه وجه بتوضيب بيت محمد كله، توضيب الشقة دي. تعالوا نشوفها تاني بقى كده عشان نشوف بقى الموقف على بعض إيه. ورينا كده يا مجدي كل توضيب هذا المكان اللي عايش فيه الحاج سمير وعايش فيه محمد وإخواته ومامته. ده هيتم كل ده هيتظبط لمحمد ولإخواته، الشقة واللي فيها وتوضيب كامل متكامل. وكمان بنتكلم على إنه على طول هيتم التعامل مع حالة محمد وهيخف وتتعمل له العملية ويبقى زي الفل. ربنا يبارك في سيادتك يا سيادة الرئيس. ومعانا الحاج سمير. طب كويس. ألو حاج سمير. ألو. ايوه الو عم سمير، ازيك اخبارك ايه؟ الله يخليك استاذ عزه. انا عزه معاك. اهلا استاذ. اهلا بيك. انا عايزه اقول لحضرتك انه سياده الرئيس استجاب لعلاج محمد وان شاء الله يخف ويبقى زي الفل، وكمان توضيب البيت وتوضيب الشقه عندك يا حاج سمير. ربنا يخلي الرئيس والناس الغلابه اللي زحلتنا، ربنا يبارك يا رب يا رب. يعني دموعك دي غاليه علينا وغاليه عليه، وربنا يديك الصحه. الله يخليك يا استاذ.
وطمن برضو مامته لو جنبك طمنها. الحمد لله الحمد لله. وطمن محمد وما تقلقش ما تقلقش. ربنا يبارك فيك يا رب ويخلينا في سيادة الريس الغلابة. متشكرين جدا ونشكر الريس. معاك المدامة يعني. ربنا نعم. السلام عليكم. يا حبيبتي ازيك؟ ازيك يا استاذة عزة؟ ازيك انت؟ بحبك جدا جدا. ربنا يخليك. يا رب يخليك يا حبيبتي. ألف سلامة على محمد. شكرا استاذة عزة ربنا يخليكي. واشكري وألف شكر للسيد الرئيس ربنا يسترها معايا يا رب ويبارك. اللهم امين. والله انا مش مصدقة يعني بالسرعة ديت مش مصدقة النتيجة دي والله مش متخيلة. لا يا حبيبتي ليه مش مصدقة ليه؟ سيادة الرئيس ما بيتأخرش عن حد والله والله ما بيتأخر عن حد. طبعا والله ربنا يعلم انا بحبه قد ايه وبدعي له قد ايه من غير اي حاجه ومن قبل اي حاجه. ادعي له كتير قوي الايام دي. ها ادعي له كتير قوي الايام دي. طبعا والله بدعي له من قبل. ربنا يتقبل. انا بحبه وبدعي له والله. ربنا يطمنك على حبايبك. رب يخلي له اولاد. اللهم امين اللهم امين. والف سلامه على محمد وما تقلقيش و بيتك هيتوضب وابنك هيخف بامر الله وكله هيبقى زي الفل. ربنا يخليك. الف الف شكر يا استاذ علي. العفو حبيبتي العفو. احنا بنحاول. المصورين والمعلقين والدكتور ابو العينين والقناه كلها. ربنا يخليك ربنا يخليك يا حبيبتي وان شاء الله نطمن على محمد وربنا يسعدك بيه يا رب وباخواته. شكرا سياده الرئيس.